المرأة عورة ولم يستثني النبي منها أي شيء. المرأة عورة. حديث الثاني رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، خد بالك من اللفظ الجميل ده، قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ده منطوق الحديث. يبقى مفهوم الحديث ايه؟ النبي بيقول اللي رايحة تحج او تعتمر لا تلبس نقاب ولا تلبس القفازين. بس خد بالك من حاجة، اهل العلم قالوا كلمة جميلة، قالوا مش معنى انها ما تلبس النقاب انها تخلع النقاب وتمشي كاشفة وشها، لا، قالوا اللي لابسة نقاب اصلا، انا بقول اللي لابسة نقاب تخلع النقاب وتحط البيشة اللي هي الشفافه دي، ليه؟ عشان يكون ايسر ليها، اولا يكون ستر ليها، ويكون ايسر ليها عشان تقدر تتنفس في وسط الزحام اللي موجود في الحر. اهلا بكم مجددا دكتور. سمعت مقاله، يمكن ما نقول شيخ، نقول طالب علم، هل هذا افتئات على الله ورسوله؟ لا، على كل حال يعني فضيله الشيخ هنا قال يعني ان النبي قال المراه عوره، هذا حديث انفرد به الامام الترمذي. نعم. المراه عوره، وقال حسن غريب، لم يقل حسن صحيح، حسن غريب، حتى الترمذي نفسه ابو عيسى. نعم. رحمه الله عليه قال حسن على ما اذكر، حسن غريب. نعم. وانفرد به من بين اهل السنن، طبعا هو غير مخرج في الصحيحين، ولم يرويه لا ابو داود طبعا ولا النسائي لا في الكبرى ولا في الصغرى ولا ابن ماجه، يعني انفرد به، ولا مالك في الموطأ. نعم. يعني حسن غريب، هذا الحديث عليه ايه كلام، وهذا الحديث مخالف للايات القرانيه نفسها كما هي فسرناها. نعم. ومخالف للاحاديث الكثيره، وقد سقنا طرفا منها في حلقه سابقه. نعم. التي تؤكد أن وجه المرأة ليس بعورة، ومخالف إيه لآراء جماهير علماء المسلمين أن وجه المرأة ليس بعورة، والأشهر أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها في غير ريبة، بغير شهوة، يجوز أن ينظر. فمن أين إيه يعني أتينا بأنه إيه؟ بأن المرأة كلها عورة، بمعنى لا يجوز أن يظهر منها شيء. هذا مخالف لاتجاه أئمة الإسلام، وكما قلت يعني لما حكى فيه حتى أمثال ابن بطال الإجماع. حكى الإجماع على أن إيه؟ وجه المرأة ليس بعورة، وبالتالي يجوز لها إبداؤه. شيء غريب. طيب هذه يا دكتور عفوا، هذه القطعيات اللي يتكلم فيها مثل هؤلاء طلبة العلم، من أين أتوا بها؟ يعني هل غابت عنهم الأدلة التي تستند إليها؟ أعتقد يعني مأتها مثل هذه المواقف ومثل هذه التهويلات من عدم إنصاف التراث نفسه. لابد أن ننصف تراثنا، وحين نعود ويقول لك العلماء واتفق العلماء، أنا أعلم، هو يشير إلى بعض المعاصرين الذين ألفوا وجزاهم الله خيرا كتبا في مئات الصحائف يوجبون فيها النقاب ويردون وكذا، تخيل. هو يظن أنه هذا هو الاتجاه الصحيح، وكما يقال يعني الأوحد، الاتجاه الأوحد ربما. نعم. حتى نعم. ربما لكنه لو عاد إلى لو قرأ المغني لابن قدامة، لو قرأ المغني، لو قرأ إيه المدونات الفقه الموسع سواء المالكية الحنفية الحنبلية كذا، هو لعلم أن الأمر على غير هذا النحو، ولا ما تجارى بارك الله فيه أن يقول ويطلق مثل هذه الإطلاقات، إن هذه الإطلاقات تحرجه كعالم أو كشيخ أمام أي طالب علم آخر. يقول له تعالى ماذا تقول في قول إيه العلامة ابن قدامة مثلا، في قول ابن مفلح الذي ذكرناه سابقا. نعم. في قول ابن بطال، في قول القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه. نعم. في قول الإمام النووي، في قول جماهير علماء المسلمين الكبار الأئمة عبر العصور، ماذا تقول في هذا؟ هل هؤلاء كلهم غبية وغاب عنهم يعني ما علمتموه أنتم، أم أنهم جهلة، أم أنهم ضاغنون على الشريعة يبغونها إيه يعني العنت وإدخال الخبث فيها؟ حاجهم أبدا. فلذلك علينا أن ننصف تراثنا، ولذلك كل من يدعي التراث، العلم التراث الفقهي، التراث الفقهي، التراث. نعم. الفقهي. نعم. أن نعيد إليه وأن نستشيره. استشر هذا التراث، اقرأه لكي تستشيره، اسأله. ماذا تسألني أنا أو تكاد، اسأل أولا هذا التراث وابدأ من حيث انتهى الناس. يعني لا يمكن أن تفتي في دين الله إلا بعد أن تعلم ما أفتى به كبار أئمة هذا الدين عبر الأعصار من المذاهب الإسلامية المختلفة. هو هذا. فيعني يبدو أن هذا الاجتزاء وهذه الجراءة على التعميم والتهويل جاء يعني آياتي عفوا أو مثارها من عدم إنصاف هذا التراث، ويمكن من ضعف الاطلاع أيضا. يعني طبعا من ضعف الاطلاع، هو لو أنصف هذا التراث واطلع عليه. نعم. لما تجسر أن يقول هذا، بالعكس لتجار أن يرد على المعاصرين ويقول غفر الله لي ولكم، من أين لكم دعوة الإجماع؟ من أين لكم هذا الحسم والقطع في المسائل؟ من أين لكم يعني تأثيم جماهير المسلمين والمسلمات؟ يعني معظم نساء المسلمات في أنحاء الأرض لا ينتقبن مثلا، أليس كذلك؟ صحيح. وأنت حكمت بأنهن مخالفات للإجماع وبأنهن ارتكبن موبقة ومهلكة، هكذا يقولون. نعم. من أين لكم هذا؟ هذا شيء فظيع جدا جدا، وهذا قول على الله بغير علم. طيب دكتور، خلينا بموضوع الحجاب. الحجاب الغريبة أنه أسود.